100%. 100%. طبعا دي كان ليها دور كبير جدا جدا. التدريب القوي والروح المعنوية العالية واندفاع الناس والصيحة. نسيت اقول لك الصيحة. ايه الصيحة بتاعتنا كلنا؟ الله اكبر. الله اكبر. الصيحة دي الفريق الشاذلي لما راح، طب الناس هتطلع، يعني من ضمن الحاجات الناس هتطلع يقولوا ايه؟ يعني واحنا طالعين وعلى مدى. فقال لك طب احنا هنخلي الناس كل اللي طالع يقول الله اكبر. طب يقول الله اكبر ازاي؟ اتصل بالتوجيه المعنوي، جهزوا لي ميكروفونات، شوف قد ايه، وهنوقف ناس بالميكروفونات الله اكبر. وراح موزع الميكروفونات على طول الجبهه الله اكبر. يعني ايضا مش مجرد صيحه تلقائيه حتى، وانما رتب للامر ايمانا بان الله العظيم هي دي. هو ده النشيد بتاعنا. نعم، هو حلفنا وهو هينصرنا، وبالتالي ايمانيا. لا ده انا عايز اوصل لك قد ايه كنا كان في تفكير قومي في كل التفاصيل. طيب طالما اتكلمنا في الكواليس او ما قبل الحرب، كلمنا عن شعورك مع اول مره عرفت فعليا ان الحرب بدات. هي طبعا محدش عرف من الجنود الحرب امتى الا ساعه ما قلنا ساعه سين كذا. دي يا فندم اتقالت قبل الحرب بمده؟ لا اتقالت امتى تقريبا؟ اتقالت قبليها ممكن بخمس ايام لقادة الجيوش. قادة الجيوش. وانت نازل كده لغاية ما وصلت ان العسكري ما عرفش هيحارب امتى الا يومها. يوم الحرب. الصبح. بس كل واحد ايه؟ متدرب تمام تدريب تكتيكي. لما نقول استعد. ابدأ. يبقى هنبدأ على طول. ولذلك في نفس اليوم الفريق الشاذلي في تصريحاته بعد كده قام وراح وشاف على نقطة حصينة منهم بين في الاسمع بين في اسماعيلية بيشوف العدو شكله ايه. لقى العدو ولا يعني الحاجات الطبيعية اللي بيعملها هي واحنا كمان خلينا العساكر في اليوم دي تعمل ايه؟ ينشروا الغسيل بتاعهم. اذا مفيش حرب. ويطلعوا البطاطين في الشمس. شوف يعني ما هو ده تدريب للقادة كله. طلع وهم عرفوا بقى في نفس اليوم، يعني قادة الوحدات عرفت في نفس اليوم. انما ساعة سين امتى لسه. انما في نفس اليوم الاجراء طبيعي جدا. يعني شوف قد ايه السرية والكتمان دي ساعدتنا. مساعدة غير عادية. وبعدين أن تنطلي فكرة الخداع الاستراتيجي على عدو أصلا هو مخادع، الموضوع كان محتاج جهد. وبعدين عايز أقول لحضرتك على حاجة، القيادة السياسية والرئيس محمد أنور السادات الله يرحمه كان عنده دهاء وذكاء غير عادي. يعني سرح دفعة واعلن في الجرايد تسريح الدفعه، اتسرحت الدفعه لسه خارجين من الجيش. يبقى مفيش تعبئه. يبقى مفيش تعبئه. نمره اتنين اعلن عن رحله عمره للضباط مش عارف كذا كذا. ده طالعين عمره. يعني القاده في العمره والجنود اتسرحت. والجنود اتسرحت. يعني مفيش حرب. وراح قبليها بفتره برضو كده اسابيع اشهر ايضا كام بعت لرئيس امريكا والنبي معلش ساعدنا احنا عايزين نعمل عمليه ايه تصالح ونشوف نرجع الارض والسلام ازاي والمفاوضات والسلام والمفاوضات. فطبعا وهو بيديها وعارف ان بتاع امريكا ويا ريت ما توصلهاش. لا يا ريت ما توصلهاش. هو عارف انه بعد ما هينزل يمشي من جنبه لانه بعت وزير الخارجيه يقول له عايزين كذا كذا بلغوا قال لهم اطمنوا يعني دول جايين يقولوا كذا كذا كذا. فكل الحاجات دي زادتنا قوه
إضافة لإيماننا في نفسنا بالله إن إحنا عايزين ننتصر. إضافة بقى لإيه؟ لأن قبليها بفترة السادات يقول سنة الحسم سنة كذا وما يحصلش، هنعمل كذا وما لا سلم ولا حرب، والناس كانت يعني إيه حتى داخليا بدأت الأمور تنطلع عليهم إن ما فيش حرب، إن ما فيش حرب. فإحنا هي دي كانت خطة رهيبة. بس اللي عايز أقولك على حاجة، متدربين تدريب قوي جدا إيه اللي هيحصل. طيب يا فندم، كلمنا عن شعور حضرتك والأفراد المعاونين اللي حضرتك وجنودنا وقواتنا أول ما عبرنا قناة السويس، مع العلم إن كان ده نظريا مستحيل زي ما حضرتك قلت. أنا أقول لحضرتك أو بدايات العبور مع انهيار خط، أنا هقول لحضرتك على حاجة، من ضمن التخطيط بالساعة وبالدقيقة إيه اللي هيحصل، كان مشروع كأنه مشروع تكتيكي، لأن إحنا رحنا وجينا ومرة واثنين وثلاثة وخلاص بقت هم دول بيتدربوا وسيبهم إيه يلهوا في نفسهم. إنما ساعة سين وجات العملية، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، كان معروف في البداية طلعت الضربة الجوية وكانت المفاجأة 220 طيارة دك لمدة تلت ساعة بتضرب الدسم القوية والحصون العدو وتمركزات العدو ورا الحصون ديت، ضرب شاق جدا. ثم بعد كده معروف ايه اللي هيحصل، تمهيد نيراني للمدفعية، رجعت الطيارات اللي هو سلاحكم اللي هو سلاح المدفعية، تمهيد نيراني للمدفعية على ايه؟ على طول الجبهة. يعني طولها حوالي من 160 ل 170 كيلو، كله بيضرب قصفات مدفعية لمدة تقريبا يعني 53 دقيقة ساعة، ضربوا ضرب شديد جدا، كل دي تمهيد لإيه؟ عشان يخشوا الإخوة بتوع المشاة والمدرعات تعدي. طب تعمل إيه؟ ما احنا لازم بقى في الحالة دي هنعمل الكباري والمعابر والعساكر هتطلع، وخلي بالك خلي بالك كل عسكري لابس اللبس بتاعه في قلبيه ذاخرته، واللي شايل السلاح بتاعه اللي على قده وواخد تدريب تكتيكي، واخد سلاح واخد كذا، وهنفرد اللي هي العبارات ازاي تروح، وازاي هيطلع الارتفاع العشرين متر بميل 65 زاوية 65، ما انت لو سبتهم هيطلعوا ازاي؟ فلازم يرمي الحبال ويطلع على السلالم، وبعدين تيجي بعد كده الكباري تتعمل وتخش المدرعات. يعني كله كان ماشي بتدريب قوي جدا، وقامت كلها في نفس الوقت. هنا مفيش تعليمات من القيادة بقى يرفع التليفون اعمل لا انت متدرب عليه، هنا بقى دور التدريب. الله ينور عليك. كل واحد قايم بالمهمة 100% 100% طبعا دي كان ليها دور كبير جدا جدا، التدريب القوي والروح المعنوية العالية واندفاع الناس والصيحة. نسيت اقول لك الصيحة، ايه الصيحة بتاعتنا كلنا؟ الله اكبر الله اكبر. الصيحة دي الفريق الشاذلي لما راح، طب الناس هتطلع، يعني من ضمن الحاجات الناس هتطلع يقولوا ايه يعني واحنا طالعين وعلى مدى، فقال لك طب احنا هنخلي الناس كل اللي طالع يقول الله اكبر. طب يقول الله اكبر ازاي؟ اتصل بالتوجيه المعنوي، جهزوا لي ميكروفونات شوف قد ايه، وهنوقف ناس بالميكروفونات الله اكبر، وراح موزع الميكروفونات على طول الجبهه الله اكبر.
يعني ايضا مش مجرد صيحة تلقائية حتى، وانما رتب للامر ايمانا بان الله العظيم هي دي هو ده النشيد بتاعنا. نعم، هو حلفنا وهو هينصرنا، وبالتالي ايمانيا لا ده انا عايز اوصل لك قد ايه كنا كان في تفكير قومي في كل التفاصيل. لو جبت مخرج عشان يخرج المنظر ده، وبعدين في حاجة، لا احنا هنقدر نتصل بقى في وقت الحرب، لا ده كل قائد فاهم هيعمل ايه وهيتحرك ازاي، وكل الجنود مدربة والكل مدرب وتوفيق من عند ربنا ان كلها مشيت. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني على يوم 8 اكتوبر كان معدي قد ايه. كنت مصدق يا فندم؟ كنا مصدقين ان احنا عملنا نهائي نهائي نهائي. ودي عملت خلخلة وبلبلة في الجيش الاسرائيلي. خلاص يعني خلاص يعني احنا فعلا يعني حصل اللي هو المراد. المراد ايه؟ عبور القناة السويس، وعدينا على الناحية التانية وابتدانا ادي الدسم القوية التي لا تكر. وكان في برضو حاجة حلوة جدا، الفكر كله جه برضو من يعني مهندس وفكر في ازاي خطط النبالم ديت او الـ على طول الجبهة، او ازاي الناس تطلع. فابتدأ باندفاع المية من فكرة من بتاعة السد العالي، ازاي يعمل بالمية ده يعمل الحصن الجميل. طب خطوط النبالم هنوقفها ازاي؟ ما هم النبالم ده لو هيولع في الدنيا كلها ما كناش نعمل. ازاي المهندسين قدروا يطلعوا مع بتوع الصعقة والمزارات واتقفلت كل الحاجات اللي كانت ممكن تحرقنا وتودينا في داهية؟ وابتدأت النقط القوية بقت بالنسبة لنا حاجة سهلة جدا، وقدرنا نحتل أكبر عدد ممكن من النقط القوية. كانوا حوالي كام؟ 35 نقطة قوية. نعم 35 نقطة قوية.